تعالى أعلى وأعلم. الذي يحب أن يقرأ في علم الأسماء والصفات وشرح أسماء الله الحسنى، فهل ممكن أن يختص بهذا العلم وينميه، وبأي كتاب؟ أنا رأيي أن يبدأ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطالع كلام أهل العلماء في هذه المسألة، وشيئا فشيئا يبارك الله تعالى له فيه. وقلت لكم من قبل إن منهجي الدراسة الأسماء والصفات أن تكون دراسة ليست نظرية، ولكن دراسة علمية قلبية، دراسة علمية قلبية، وطبقت لكم بعض الأمثلة على ذلك.